وصلت العائلات البحرينيه سلسله استنكاراتها واداناتها للتدخلات القطريه في مملكه البحرين، واكده ان الوقوف صفا واحدا خلف قياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حافظه الله وفخرها واعتزازها بتجديد ولائها لجلالته. وقد اعربت عائله ال ثاني عن تجديدها البيعه والاخلاص والولاء لقياده جلاله الملك المفدى. واستنكرت العائله والافتراءات المغرضه على مملكتنا الحبيبه من النظام القطري وسلوكه العدائي الذي يتعارض مع حق الجيره والاخوه